أحسن الله إليكم. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ أحسن الله إليكم. الجمع بينهما أن النهي بين الرسول السبب، قال لا يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا، ومعلوم أنهما إذا اغترفا جميعا سوف إيش؟ يغتسلان جميعا. ولهذا كان من هدي الرسول الفعل كهديه القولي أن الرجل يغتسل هو زوجته من إناء واحد، لأن هذا أبلغ في الإلفة والمودة، وليس هناك عورة يجب اتقاؤها بين الرجل وامرأة وامرأته. لهذا الرسول قال لا يفعل كذا وليفعل كذا، لو أطلق صار بين الحديثين شيء من التعارض، لكن لما قال وليغترفا جميعا كأنه نهانا عن التفرق، أن يغتسل كل واحد منا على حدة، وأمرنا أن نجتمع على الماء. تقول عائشة أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد تختلف أيدينا فيه، يعني هو شائن الماء وهي نازلة تغترف الماء، هذا هو المشروع. وليس معنى ذلك أنه لو أن المرأة مثلا تقدمت في غسلها بدون يعني اتفاق بينهما على التقدم والتأخر فإن الرجل ينهى أن يغتسل بعدها. قلنا لا، ما في نهي. الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة، حتى إنه اغتسل بفضل إحدى زوجاته قالت إنها جنب، قال إن الماء لا يجري. فهذه الحكمة. ربما بعض الناس يأنف أن يكون هو وزوجته في الحمام يغتسلان جميعا، وما في أنفة إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أشد، وهو أشد الناس حياء، يفعل ذلك مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فما المانع؟ أفهمت؟ صار النهي المراد به الإرشاد إلى حال أخرى، وهي إيش؟ أن يغترفا جميعا. يوم الجنوب بدون وضوء يجوز. بعض العلماء نوم الجنوب بدون وضوء يرى بعض العلماء أنه حرام، لأن الرسول قال إذا توضأ فليغتسل، والمشهور من المذهب عندنا أنه مكروه، وهذا هو الأقرب. لكن أحيانا يكون مثلا في أيام الشتاء البرد شديد ويشق عليه أنه يغتسل ثم يرجع ينام، أو يتوضأ ثم يرجع ينام، فالذي أرى أنه إن شاء الله ما فيه بس. الوضوء ربما يكلف، ما تدري، ربما يكلف، ربما إذا صار إنسان في بر وليس عنده إلا ما ينفع قد يكلف. خلاص يا موسى، أي بارك الله فيك، إن شاء الله تعالى إلى اللقاء القادم، ونسأل الله تعالى أن يثيبكم على حضوركم، لأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، جعل الله وإياكم من أهل بمنه وكرمه.